انتخاب لجان وتزكية أعضائها ووضع أولويات لقادم جلسات ومناقشة قرارات اللجنة المؤقتة التي مارست اختصاصات المجلس البلدي أثناء غيابه. ناقشنا اليوم في المجلس البلدي طبعا أول جلسة فعلية بعد بدء المجلس من اختيار الرئيس ونائب الرئيس، ففي هذه الجلسة يعني تم استعراض نتائج انتخابات اللجان والمحضر الأول لكل لجنة، ولكن من المواضيع اللي كانت موجودة عندنا طبعا تم عرض قرارات اللجنة المكلفة باستنادا إلى المادة 29 من القانون 33/2016 بأن تعرض هذه القرارات خلال فترة 15 يوم من أول جلسة. وللمادة 67 حق استخدامها من قبل الأعضاء للاعتراض على قرارات اللجنة، ليكون من ضمنها رفض تشكيل لجنة لإدارة مشروع تطوير الجزر ومدينة الحريض، فضلا عن مواضيع أخرى أدرجت لإعادة النظر في إقرارها. تم عرض القرارات، وهذه القرارات طبعا هي نتيجة أعمال اللجنة المكلفة لمدة 6 شهور سابقة، فالمجلس طبعا تم الاطلاع على هذه القرارات. طبعا القرارات كانت عبارة عن عناوين والقرار موافقة أو عدم موافقة، فالأعضاء ناقشوا هذا الموضوع مدى يعني صلاحيات المجلس في هذا الجانب، فسوف يتم استخدام مادة 67 بأن أي قرار عندنا إحنا في المجلس ملاحظة عليه من أعمال المجلس السابق واللجنة المكلفة فممكن إعادة طرحها طبعا بعد يعني مرور سنة، أو يعرض عن طريق الرئيس أو الوزير المعني بأسباب. فنشكر أعضاء اللجنة المكلفة السابقة على قراراتهم وعلى جهودهم، وأيضا المجلس إن شاء الله سوف يطلع بشكل تفصيلي على ما تم عرضه. جلسة ثانية للمجلس البلدي ينتظر قرارات وموافقات لجلسات قادمة فيها حسم لملفات ما زالت تتصدر طاولة نقاش اللجان وقاعة جابر الأحمد. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.